الإعلام المصري مصطفى أبو العزايم الذي أصبح شيء يعني يمكن أن نقول عليه لا يطاق، وذلك بحديث السيد وزير الإعلام الذي قال بصحيفة السوداني: تطاول الإعلام المصري على السودان بات لا يحتمل. دعنا نقرأ تفاصيل هذا الخبر. نفى وزير الإعلام دكتور أحمد بلال المتحدث باسم الحكومة منع السلطات أجهزة الإعلام الخاصة في الرد على تطاول أجهزة الإعلام المصرية على البلاد، وقال إن التطاول المصري أصبح غير محتمل وغير لائق. وأضاف لدى مخاطبته حفل تدشين مشروع سنار عاصمة الثقافة الإسلامية أمس: نحن لا نريد أن نحرض أحدا أو نسيء للعلاقات، ولكن التطاول المصري أصبح غير محتمل ويمس الشعب السوداني وتاريخ السودان. وقال إن الحكومة طالبت بضرورة إعادة كتابة تاريخ البلاد الحقيقي، لافتا إلى أن التاريخ المكتوب حتى الآن كتب بأقلام أجنبية، وهو ما يعتبر أمرا مخلا حسب وصفه، فضلا عن أن ما كتب في الفترات السابقة عن تاريخ السودان يشوبه التزوير والتشويش. أستاذ مصطفى، دعنا قبل أن ندخل يعني في التفاصيل الإساءات من الإعلام المصري وعن الفئة التي تسيء من الإعلام المصري للسودان، ما هو رأيك عموما يعني في التطاول؟ دعنا نقول بعض، هي حقيقة بعض، والبعض ذاته في الأجهزة الإعلامية الخاصة، لكن ده ما بيعني عدم مسؤولية الدولة، لابد أن تتدخل الدولة لمنع هذا الأمر. أنا قبل كده كتبت مقال سابق قبل فترة يعني يمكن طويلة سميته سفهاء الإعلام. حقيقة هؤلاء سفهاء، ويعني وكنت في ذلك الوقت تحديدا أعني مؤسس قناة الفراعين ومديرة ومذيع الأساسي توفيق عكاشة، المدعو توفيق عكاشة، كان يسيء كثيرا للسودان وأساء إساءات بالغة للسودان، وأنا أفتكر أنه واحد من الـ 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 يعني الـ 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 النماذج الغير حميدة، وأصبح لي يعني أنا آسف أقول الكلام ده قدام يعني في الشاشة وقدام الناس، لكن هو واحد من النماذج النتنة للإعلاميين المصريين. والدليل على كده أنه تطاوله حتى يعني امتد إلى مصر يعني بلده نفسها، وأوقفت قناته وطرد من مجلس النواب. ده واحد من النماذج السيئة جدا كان بيدير الإعلام الخاص في مصر. والآن بدأت بعض الأصوات يعني تظهر وتسيء للسودان، ويعني الواحد لا يستطيع إلا أن يقول ما قال المتنبي يعني في قصيدته الشهيرة: لك في القلوب منازل، لك منازل في القلوب منازل، بيقول فيها: وإذا تتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. حقيقة بعض الإعلاميين المصريين محدودين يعني، وانتهجوا نهج ما في الدنيا كلها يمكن لا في عندهم، اللي هو بتاعت انه تقديم البرنامج تحت الوان مان شو، انك تقدم البرنامج براك وتتحدث براك وتقول رايك كانما انت مفكر القرن وكانما وتطلق اراء، ودي خطيره جدا لانها تؤثر على عامه الناس وتتفسح يعني، وبدون من يعني دون ان تجد من يقف امامك او يرد عليك. فانا افتكر دي يعني ظاهره تتطلب تدخل الجهات الرسميه العاقله في مصر، وهي كثيره، لكن ان يطلق الامر كانما هنالك يعني يفسر هذا الامر كانما هنالك تواطؤ ما بين السلطات الرسميه وما بين بعض هذه الاجهزه. نعم. طيب استاذ مصطفى، يعني دعنا الان نشرك معنا الصحفي المصري او الكاتب الصحفي المصري احمد سعد من العاصمه القطريه الدوحه. اهلا ومرحبا بك احمد سعد معنا في قناه سودانيه 24 وعبر برنامج ماشيتا السودانيه. وبدايه يعني معنا في الاستوديو الاستاذ مصطفى ابو العزائم، وقال بان هذه النماذج بحد وصفه انها نتنه في الاعلام المصري، وطالب بان تكون هنالك جهات توقف هذه الاساءه التي اصبحت لا تحتمل، ايضا حد قول وزير الاعلام احمد بلال عثمان. بماذا تعلق احمد سعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اسمح لي يعني أوجه تحياتي للشعب السوداني ولضيفك الأستاذ مصطفى أبو العزايم ولحضرتك ولكل الأخوة في السودان. ودعنا في البداية نؤكد على عمق وقوة العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني، علاقة قوية جدا لن يفوت فيها مهما كان قليلة من الدخلاء على العمل الإعلامي الذين يريدون أن يفسدون ويعكرون صفو العلاقة الممتدة عبر الزمان. طبعا احنا في مصر هذا الاعلام لا يمثل الشعب المصري،
ولا يمثل قيم المصريين ولا يمثل رأيهم بالنسبه لاخواتهم في السودان. ما يفعله هذا الإعلام نحن براء منه، يعني براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأنه هو إعلام للأسف الشديد موجه، وإعلام جاي بطريقة خاطئة، جاي بانقلاب غاشم على السلطة الشرعية وعلى الشعب نفسه وعلى إرادة الشعب المصري. إعلام للأسف الشديد أصبح ككلاب السكك، ينهش في كل من يحاول المرور، كل من يحاول أن يكون آمنا. يعني للأسف الشديد هذا الإعلام أساء لنا في كافة العلاقات، يعني أساء العلاقات بيننا وبين قطر، أساء العلاقات بيننا وبين تركيا، أساء العلاقات بيننا وبين السودان. وهو للأسف الشديد إعلام معظمه للأسف مبتذل، ورأينا هذا الابتزاز يظهر واضحا في أزمته مع السعودية لما توقف الدعم البترولي عن مصر، كيف تحول الإعلام إلى يعني أداة تنهش في السعودية، ومجرد أن تم يعني إعادة ضخ البترول مرة أخرى عاد الإعلام وبدأ يعني يثني ويشكر في السعودية، على عكس ما كان يفعل في الفترة الماضية. موضوعنا اللي هو الذم في تاريخ الآثار الفرعونية في السودان أو تقليل منها، هذا أمر للأسف الشديد يعني أمر يعني محزن ومخزي، لأنه أساسا حتى الآثار كلها في كافة أنحاء العالم كلها أعمارها افتراضية، ولا يستطيع أن يجزم أحد بالعمرها الحقيقي، وكون أنهم يعني يستخدمون هذا الهجوم على الآثار السودانية هو ليس في الحقيقة الهدف الأصلي من القصة، وإنما هو الهدف منه يعني صب الغضب والغيرة، لأنهم يريدون أن يحجروا على السودان ويحددوا علاقاته مع المجتمع الآخر. هم لا يريدون بالسودان أن يفتح فيه علاقاته مع آخرين، هم يريدون أن يكون أوصياء. يعني ندخل أحمد سعد، يعني سنتحدث معك في تفاصيل يعني والأسباب التي أدت إلى إساءة الإعلام المصري للسودان، ويعني الأشياء التي أساء بها الإعلام المصري للسودان. ولكن يعني لدي سؤال، أنت ذكرت قبل قليل بأن الإعلام الحالي في مصر لا يمثلكم. من المعروف أن يعني أي إعلام في أي بلد يكون بمثابة يعني الواجهة الرسمية لكل مجتمع لكل دولة، فكيف الآن لا يمثل الإعلام المصري مصر ولا يمثلكم أنتم؟ ومن أنتم الآن؟ يعني ما أنا زي ما بقول لحضرتك، هو الإعلام يريد أن يكون وصيا على السودان، يريد أن يحدد علاقاته بالآخرين، يريد يعني هو على خلاف، يعلم أن النظام الحاكم في مصر الآن على خلاف مع دولة قطر، وهو يريد أن يكون وصيا على السودان فيمنع أن يكون هناك علاقات بين السودان وبين قطر. وهذا للأسف الشديد نوع من الانحطاط والأخلاقي والابتزاز الإنساني، لانه انت يعني انت على خلاف مع قطر، كن على خلاف كما تشاء، لكن دعني انا يعني انفذ سياساتي الخارجيه بطريقتي وانفذ ما ارى بطريقتي ولا تكون وصيا علي. نعم، شكرا جزيلا. شكرا لك الكاتب الصحفي المصري احمد سعد من العاصمه القطريه الدوحه، شكرا جزيلا. استاذ مصطفى، اولا شكرا لمداخله الاستاذ احمد سعد من قطر، لكن في حاجه مهمه جدا برضو، يعني حقيقه الاساءه الى النظام المصري يعني غير مطلوبه في هذا الوقت، وانه النظام جاء بانقلاب وجاء بكذا وجاء بكذا، وهو النظام المعترف به عالميا ودوليا، ونحن نتعامل مع هذا النظام يعتبر انه امر قائم. والنظام في مصر يعني قد تكون عنده توجهاته قد تخالف التوجهات السياسية في السودان، لكن ده برضو ما يخلي الناس تسيء للأنظمة سواء كان في مصر أو في السودان. دي حاجة من الحياة الواحد لازم يقولها. مشكلة تانية يعني تواجهنا، إنه الإعلام المصري لا يتأذى منه السودان فقط، بل مصر نفسها تتأذى من هذا الأمر.
يعني الآن ردة الفعل الشعبية في السودان، الناس يتناقلون عن طريق الوسائط الإعلامية والواتساب والفيسبوك ما يرد في هذا الإعلام، وده بيجي خصما على العلاقة بين الشعبين، زي ما ذكر هي علاقة حقيقة تاريخية وقديمة ويعني ضاربة في العمق. لما نيجي يتحدث عن العلاقة بين البلدين بهذه الصورة ويسيء يعني النظام الإعلام المصري ويسيء للسودان ويسيء للشعب السوداني، دي مسألة يعني لا تقبل، وليس فيها إساءة للنظام، هي إساءة للشعب السوداني بأجمله وبأكمله. وده أنا أفتكر أنه الآن يعني للأسف وحد كثير جدا من الفصائل ضد هذا الإعلان المصري، وزي ما قلت لك الإعلان المصري لا يتأذى منه السودان فقط ولا الدول التي ذكر الأخ الأستاذ أحمد سعد، لكن تتأذى منه مصر نفسها في المثال اللي قلت لك. ومثال آخر يعني الآن لماذا تواجه مصر مثلا المقاطعات في مجال الزراعة المنتجات الزراعية والاقتصادية وكذا، تواجه بسبب الإعلام المصري الذي ينشر كل يوم يعني صور حقيقة مقززة عن الاستخدام مياه الصرف الصحي في ري المنتجات الزراعية ويعني وفساد في صناعة الدواء وكلام كثير جدا، ده إنتاج الإعلام المصري وليس إنتاج دولة أخرى. أنا أفتكر أنه لابد من ضبط هذا الأمر من الجهات الرسمية. تمثل مصطفى الآن التوتر الحاصل بين السودان ومصر لمصلحة من؟ لمصلحة أعداء البلدين، لمصلحة أعداء البلدين. شوف العلاقات هي بين الأنظمة السيادية تتوتر وتصل حدود المقاطعة ويمكن حدود المواجهات، بعد ذلك تعود كما كانت، لكن الخسارة الشعبية بتكون كبيرة جدا في 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 يعني في هذا الأمر. يمكن مصر الأزعج السلطات السياسية في مصر طوال الفترة السابقة، نتكلم كلام بموضوعية شديدة جدا، اللي هو الكلام عن حصة مياه النيل، مصر مياه النيل، الحديث عن سد النهضة الأثيوبي، الحديث يعني السابق لقيام عدد من السدود في السودان كثيرة، يعني بدءا من سد مروي، تعلي خزان الرصيرس، الآن سيتيت وأعالي عطبرة وحمداء، يعني مجموعة من السدود يمكن تعملت أصبحت هاجس بالنسبة يعني المصري. تتعلم أن المياه هي بالنسبة لها أمن قومي، يعني يعني كثير من القيادات فيها بتفتكر أنه ده تهديد للأمن القومي، في حين أنه السودان كان يحافظ على يعني حصته التي لم تستغل كلية من هذا الأمر. دي يمكن واحدة من الأسباب. طيب أستاذ مصطفى، يعني باختصار، كيف للإعلام السوداني أن يرد على هذه الأشياء التي بدرت من الإعلام المصري في رأيك، وكيف هي الأساليب الصحيحة؟ يخالف في الرأي ويخالف ويستطيع الرد بموضوعية دون سباب ودون بذاءات. يعني أنا أفكر أنه في بذاءات كثيرة جدا، ويعني حقيقة أشياء لا تشبه مصر وتاريخها بتصدر من بعد المحسوبين على الإعلام المصري ومحسوبين على مصر نفسها. نحن غير مطالبين كإعلام سوداني بالرد بمثل ما قالوا، يعني ما مطالبين يعني، لكن هنالك وهناك برضه هنا في حرية الإعلام، الذي يريد أن يرد بتلك الطريقة أكيد يمكن أن يريد يعني يرد بنفس الطريقة، لكن الطبيعة الشعب السوداني، طبيعة الإعلام السوداني والصحفي السوداني والكاتب السوداني يمكن لا 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 لا, لا, لا تسمح له بالدخول في مثل هذه المهاترات. المهاترات، نعم.